السلام عليكم. تصدر الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة عمليات البحث عبر محركات جوجل خلال ساعات الصباح الأولى من اليوم السبت، بعد تداول وسائل الإعلام الجزائرية عدد من الأنباء بخصوص حالته الصحية. جاء ذلك بعد أن أعلنت جريدة محلية عن وفاة الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، والذي كان يعاني من أمراض مزمنة منذ مدة. وأوضحت الجريدة وفق صفحتها على فيسبوك بأن خبر وفاة بوتفليقة صادر عن شقيقته الوحيدة، حيث أفادت عن نقل مباشر بعد لحظات لتوضيح أبرز التفاصيل، ليتبين أن هذه الصفحة مزيفة فيما بعد. كان خبر وفاة بوتفليقة الرئيس المعزول قد تردد مرات عدة من قبل وسائل إعلام محلية وجزائرية، لكن الساعات المقبلة كفيلة بتأكيد حيثية الخبر، وتلتزم السلطات الجزائرية حتى الآن الصمت رغم تناقل صفحات جزائرية على مواقع التواصل الاجتماعي الخبر على نطاق واسع.